ازيكم يا شباب، معاكم حلقة جديدة مع سليم جيمنج. النهاردة هنلعب لعبة روبلوكس في ماب بريزن لايف، انا وصاحبي سولوم خالد. طبعا سولوم خالد ده ليه قناة، يعني اكتبوا بس على اليوتيوب سولوم خالد وروحوا اعملوا له اشتراك، وعنده فيديوهين لحد دلوقتي. طبعا هيبقى الفيديو التاني ليا في القناة. دلوقتي انا هلعب انا وعبد السلام. طبعا عبد السلام ده صاحبي، يعني ماي بيست فريند. طبعا هخش بس اكتب له حاجة. قلت له جوين مي. يلا نحن داخلين الجيم اهو دلوقتي. يلا استنى نعمل جوين للجيم. اهو دخلنا الحمد لله. طب انا بقى احتار في الحتتين دول، اخش بوليس ولا اخش سجين. هادي بادي هادي بادي هادي بادي، خلاص خش ايه سجين. ماشي يلا نقولها كده. انا في الزنزانة نقولها كده ليه يعني؟ طلعوني برا. لا ما فيناش من كده يا عم، يا ناس اللي برا يا اخوانا شباتين يا شباب. اي حد في بوليس تحت، تعال خرجني. طيب يا كابتن يا صاحبي، انا كده مضيع وقت بقى. ايوه خلي بتغزني صح. يا تعالى يا ابني افتح يا ابني. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي داخلة على 5. المفروض نصحى احنا 5 صح؟ نفتحه بقى. لا مفيناش من كده. نقعد على الكرسي بقى لحد ما الباب بقى لقيت اتفتح. الشرطة مش كتير. اهو يلا فتحوا بإذن الحمد لله. تشتم تقول ايه يلا؟ ماشي ما تشوف اخرتها. ماشي ايه انت مالك ماشي ورايا كده؟ لا انا عملت لك ايه دلوقتي؟ انت بتضل على الفاضي ها؟ هنخلق. انت ليه بتضرب على الفاضي يا ابني؟ لسه قتل الوقت. خش معايا خش خش خش. زحمة مش ملحقتش. ايه طيب بعدين؟ بس يا جماعة صاحبي دخل الجيم، شوف ندور عليه. هو فين يا ربي؟ هو المفروض هنا. هو ده؟ ايوه. ام ريكوردينج. ماشي يلا. ده بيرد بيقول مي تو. ماشي. طيب ما تشوف بس. رد يا سولو. صاحبي طبعا جماعة روح اشتريت قناته اسمها سولوم خالد. طبعا اللي عايز يعني يضيف في روبلوكس هو اسمه سولوم مان. طيب تمام احمد جمدت كده ليه يا ابني؟ يلا او يقول لكم ماي شانل از ان ذا ديسكريبشن. لول اف كي يعني. يلا نهرب. يلا يلا نهرب. هو عايز يقول لكم سولوم خالد بس الظاهر السيستم حذفها.
يلا يا عم يلا اغسلهم بطل لوكلوك وتعالى تعالى والله. طب انا هحاول اعمل جليتش يعني ان احنا طبعا انت ماشي بطيء كده ليه. يلا عم سلوم مين تنتتا يلا نهرب. يا ولا الولا البارد اوعى صغيرة مش هتعرف تعملها. استنى يا عم سيبنا نعمل الجليتش بقى. استنوا طب يلا جماعه معلش يا جماعه الرنه دي معلش سامحونا يا جماعه احنا بنحاول مش هضيع وقت بصراحه. عملنا الجليتش الحمد لله. يلا اجري 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 اجري. طب احنا بقى احنا ملناش دعوه بالسلام سلامه سلوم لول. يلا احنا هربنا يلا ايه البيه تحاولش. يلا اي اسكيبت انا هربت. طبعا يا جماعه الجليتش ده بعلمه لكم بس في يوم تاني ان شاء الله. يلا طبعا عيب روبلوكس الجوال ان انت ما تعرف يعني روبلوكس الموبايل ان انت ما تعرفش تركب عربية يعني بص نركب بس ما نعرفش نسوق مش هينفع حاجة بزهق. هناخدها على رجلينا مش مهم يلا خدها على رجلينا ماشي. انا كمان برضو هعمل جليتش عشان اخش جوه ان انا معيش كارت. طبعا في كارت لازم ناخده عشان يعني ايه نعرف نعدي اي باب احنا عايزينه. نحاول اهرب عبد السلام ماشي. في كام حرامي 1 2 3 هما 6 وانا من ضمنهم يعني هما 5 وانا السادس. في عربيه مركونه شايف في حد جوه صح؟ مش حد بحب. ده اللي انا عايز اقوله لكم يا جماعه هما بيحاولوا كل ده ينطوا من على الشجر. انا مش هنط من على الشجر انا هعمل جليتش. ايه العربيه اللي واقفه في مكان ده المكان بتاع الجليتش يا جماعه اللي هما واقفين فيه ده العربيه واقفه. استنى كده هجرب العربيه تيجي بس كده شويه. طب هجرب الحمد نجحت يا جماعه نجحت والله. اذا تنجح من على اي ايه ده ايه ده كارتك شورتي يا عم. طب يلا 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 هنحاول نهرب. يلا 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 دول اصحابي طبعا. يلا جاي عايزين نموت بس شويه شرطه. يلا بقى نجري في الشرطة. تعالى يلا ليه بتموت ليه انت؟ هاخد الكارت. طب والله انت المفروض انا اللي اخد الكارت مش انت. لو 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 قوم بسرعة بسرعة يا عم قبض عليا.
قبض عليا ظلم. شوف الظلم. ترمي السكينة دي انت كمان. روح يا عم. نعمل ايه احنا دلوقتي؟ وعبد السلام I'm arrested. يلا مسكت. يلا نكلمه من على بعد. سولومان انقذوني يا عيال. تعالوا انقذنا. لا نبي ما تموت. اهو راك اهو. وربي 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 وربي. لا ما تضربنيش انا عايز اهرب. طيب فري تايم. يلا نحاول نعمل جليتش تاني. نوع يا عبد السلام انا بحبش كده. يا رب يموتوك اهو. يا طب ما حسيتوش بحاجه غريبه؟ كل ما بيوقف دماغي انا بهرب. حاجه حلوه بقى. ايه بس انت مش ذاكر معايا اصلا. خدتش بالي. نحط الأسلحة. يلا يا جماعة. تن 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 تن. نحاول. يو البطء ده يا شيخ. شين ايه ده؟ ايه ده؟ في الشرطه دي شكلها شرطه دي صح؟ لو 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 لو. شوف يا عم هتقبض عليا برضه. استغفر الله. اوعى اوعى ايه. طبعا يا جماعه انا هوقف لحد هنا. انا بس كنت بجرب تجربه بس بسيطه. طبعا ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام.